صاب الزكية نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار. بمصاب الزكية فكر محتار. بمصاب الزكية نسأل النار عن هاي الرزية صافوني وكفيني حسرة صافوكا عالذي صار وجرى لأم الحسن عالذي صار وجرى النار تسحر مفترض بالكافرين ليش جت متلهف الجنة عدن ليش جت يستعر دار للباري ونبي نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار. بم هلا هلا فكر محتار. بمصاب الزكية صافوني وكفيني حسرة صافوقا الشاعر عبد اللطيف خالدي صافوني وكفيني حسرة صافوقا عالذي صار وجرى لأم الحسن عالذي صار وجرى رغ بالكافرين ليش جت متلهف الجنة عدن تستعر دار للباري ونبي نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار. بمصاب الزكية نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار. بمصاب الزكية نقرأ بالتاريخ ونشوف اش كتب النار هي النار بس كل العجب النار هي النار بس كل العجب كان بردا من اجا يم الخليل كان بردا من اجا يم الخليل بس على بنت النبي هاج اللهب بس على شنه الاسرار بالنار السرية نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار. بمصاب الزكية نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار. بمصاب الزكية نسأل النار عن هاي الرزية نقرأ بالتاريخ ونشوف اش كتب نقرأ بالتاريخ ونشوف اش كتب النار هي النار بس كل العجب النار هي النار بس كان بردا من اجا يم الخليل بس على بنت النبي هاج اللهب بس على شنه الاسرار بالنار السرية نسأل النار عن هاي الرزية فكر مح بمصاب هلا النار تترك بالقلب ذكرى واثر عدها عشره لكن عشرتها كدر النار تترك بالقلب ذكرى واثر عدها عشره لكن عشرتها كدر مثل ظل ورافقت زينب سنين من المدينه الليله الحادي عشر من المدينه مدينة الليلة الحادي عشر من المدينة نفسي الآثار برض الغاضرية نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار. بمصاب الزكية لا تتعب لا تتعب نار تترك بالقلب ذكرى واثار هلا هلا ان شاء الله نار تترك بالقلب ذكرى واثار عدها عشره لكن عشرتها كدر عدها عشره لكن عشره مثل ظل ورافق
رافقت زينب سنين مثل ظل ورافقت زينب سنين من المدينة الليلة الحادي عشر من المدينة الليلة نفس الآثار برض الغاضرية نسأل النار فكري محتار بمصاب الزكي ضبها نار شدع الحرة من ضرب السيوف نار شدع الحرة من ضرب السيوف بالأخص لو جارت عليها الظروف بالأخص لو جارت عليها الظروف سيف يقطع لنا حربش باللهيب سوى بالأيتام من وجب الطفوف سوى بالأيتام من تسحق صغار جمر العلوطية تسحق صغار جمر العلوطية نسأل النار عن هاي الرجية فكر معه فكري 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 محتار جواب جواب فكري محتار بمصاب نار شدع الحرة من ضرب السيوف بالأخص لو جارت تحتها الظروف سيف يقطع لنا حربش باللهيب شوى بالأيتام من وجب الطفوف شوى بالأيتام من بعد بعد شوى بالأيتام من تسحق صغار جمر العلوطية تسحق صغار نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار فكري محتار والأشد والله نيران القلب والأشد والله نيران القلب على عفيفة لما تصير بغرب حقها تتنفس جمر بنت الكرام لا يسير الابن مرجانة طب لا يسير الابن مرجع الزمن يندار والحرة سبية الزمن يندار والحرة سبية نسأل النار عن هاي الرزية فكر معه فكر محتار بمصاب الزكية نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار بمصاب الزكية نسأل النار عن هاي الرزية نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار بمصاب الزكي نسأل النار عن محتار بمصاب الزكي نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا فكر محتار بمصاب الزكي نسأل النار عن فكر محتار بمصاب الزكي الأشد والله نيران القلب ما شاء الله والأشد والله نيران القلب
العفيفة لما تصير بغرب حقها تتنفس جمر بنت الكرام. لو يسير الابن مرجانة تطب، لو يسير الابن مرجانة تطب، زمن يندار والحرة سبي، زمن يندار والحرة سبي، نسأل النار عن هاي الرزية فكر مح. واحنا عشنا بنار بس نار الزمن ما شاء الله، واحنا عشنا بنار بس نار الزمن، تاني مصلح يظهر ويمحي الفتن، تاني مصلح يظهر ويمحي الفتن، نقبض على الجمر ونصيح بنداء، نقبض على الجمر ونصيح بنداء، عجل الله فرجك يا ابن الحسن، عجل الله فرجك. هلا عجل الله. عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله. صاحب الثار ينهي هالقضية، صاحب الثار ينهي هالقضية، نسأل النار عن هاي الرزية فكر محتار. نسأل النار عن هاي الرزية فكر ما احنا عشنا بنار بس نار الزمن، احنا عشنا بنار بس نار الزمن، ثاني مصلح يظهر ويمحي الفتن، نقبض على الجمر ونصيح بنداء، نقبض على الجمر ونصيح بنداء، عجل الله فرجك، عجل فرجك يا ابن الحسن، عجل.